هاي، وحشتوني جدا. الاول حابه اشكركم من كل قلبي، لان من دعواتكم ومن سؤالكم ومن رسائلكم ومن كل حاجه حلوه، والحمد لله الحمد لله خفيت وقمت بالسلامه الحمد لله. وهاريكم فيديوهات اتمنى يعني. بصوا الناحيه دي انا بقشر فهسيبها زي ما هي، فاعتبروا الناحيه دي مش موجوده. حابه اشرح لكم انا عملت ايه هنا. اما بالنسبه للناحيه دي اللي هي هنشتغل عليها، او الفكره بتاعه النهارده اللي انا عايزه اتكلم عليها، الكاستر اويل او زيت الخروع. مين ما عندوش زيت خروع؟ كلنا في بيوتنا في مصر عندنا زيت خروع. الفكره ان انا شفت فيديوهات كتير عن الانقلاب على زيت الخروع وزيت الخروع وزيت الخروع، قلت يعني الموضوع مبالغ فيه بس خليني اجرب. اللي عارفني عارف ان انا عندي مشكلة تحت عينيا، وكل شوية اروح اعمل ليزر علشان اشيل التشوه اللي حصل من فترة لفترة، بس كانت الحتة دي دايما ما بتتفردش وفيها دايما تنفيخة. والحاجات اللي هي كمان عمل، فجبت زيت خروع، ده خام، زيت خروع خام. زيت الخروع الخام هتاخديه في حاجة تمام، بس وبعدين هتحطي نقطة بالظبط، نقطة اهي 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 كده، وبعدين هتاخدي كده، هتكوني منظفة وشك وغسلاه ومسحاه ومنظفاه، وتبتدي تعملي اللي انا هقولك عليه ده بالظبط. خلاص بص انا بعمل ايه، يعني نقطة وبمسحها. وعايزة اقول لكم ان هو يعني مش بس للبشرة وللجسم، حطيه على ايدك، حطيه هنا تمام، وحطيه في اي حته فيها تشققات او اي حته انت عايزه تفردي فيها الجلد. انا دي جبتها من امازون، هي يعني مش واو، هي بس بتساعدني في الفرد. او لو ما عندكيش دي هتعملي اللي هقولك عليه. انت بعد ما هتحطيه على الحته دي هتبتدي من هنا بالظبط كده تفردي لفوق كده اتجاه العضل وشك كله تمام، وهتيجي هنا هتعملي برضو نفس الموضوع. اوكي خلاص، وهتيجي هنا تروحي عامله كده وتشدي كده وتشدي لفوق كده وتشدي لفوق. ده لو بايدك، لو بالجواشة هتبتدي تعمليها، هتيجي هنا وتعملي كده وتقفي خلاص، والحته دي بتبقى للحته دي وتقفي. هنفضل نكرر الموضوع دوت والاستمراريه، وكلميني عن الموضوع التجاعيد دوت بعد اسبوع، حطولي في الكومنت بعد اسبوع الاخبار. باي باي.